السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة إيما ريفيو، قناة لنشر ملخصات الكتب وروايات. في هذه الحلقة نذكر قصص رجال غيروا مجرى التاريخ. أولا نذكر جوزيف أوتو كليمس. ولد جوزيف بدوسلدورف ألمانيا سنة 1893. التحق بالجيش الألماني في سن 20 بعد بداية حياة مشاغبة حكم خلالها مرتين بالسجن ما بين سنوات 1911 و 1912. غادر ألمانيا سنة 1914 متطوعاً في الفيلق الأجنبي الفرنسي بموجب عقد يمتد لخمس سنوات. أرسل جوزيف كليمس إلى الجزائر قبل أن يعين ملحقاً بالحامية العسكرية الفرنسية بمدينة مكناس المغربية سنة 1916. ولشجاعته وانضباطه رقي سنة 1920 ووقع للجيش الفرنسي التزاماً جديداً لخمس سنوات أخرى. لم يخفي كليمس عن أصدقائه المقربين تذمره من مهامه العسكرية التي بدت له مع نضجه المتنامي بلا كرامة أو هدف نبيل، ما عرضه مراراً للعقوبات والتوقيف بتهم التساهل والإهمال في الخدمة. تبدأ حياة كليمس في التطور الجذري سنة 1922 حينما استقفاقت كتيبته على خبر اختفائه مع ثلاث بنادق آلية فيما كان هو اختار الفرار إلى الجبهة، إلى مقاومة الأطلس بأيت بازا حيث سيذيع صيته بين المجاهدين بعد إسلامه ليختاروا له اسم الحاج أليمان، ثم نجاحه في التخطيط لهجوم خاطف على قاعدة للجيش الفرنسي في بلدة ميسور والاستيلاء على كم مهم من الأسلحة والذخائر، ما جعل السلطات الاستعمارية الفرنسية تخصص مكافأة مالية مهمة لمن يأتي لها برأسه حيا أو ميتا. لكن قدر الرجل سيعرف اتجاها آخر أكثر إثارة مع التحاقه بجيش محمد بن عبد الكريم الخطابي في الريف الشمالي للمغرب. مع مرور الوقت سيثبت الحاج أليمان للأمير الخطابي بأنه خبير استراتيجي ممتاز، فقد كانت تكتيكاته مفيدة دائما للمقاومة في المعارك التي خاضتها على مدى سنين من قدومه، فيما حصاره الناجح لعاصمة الاستعمار الإسباني في المغرب مدينة تطوان لشهور طويلة متفوقا على سلاح الجو الإسباني الذي فشل في التعامل مع مدفعية المقاومة، رفع سهمه عاليا لدى زعيم الريف الذي سيكلفه فيما بعد بشرف الدفاع عن الخط الأخير للمقاومة بعد تهاويها سنة 1926. وقد أضاف انضمام كليمس للمقاومة الريفية بعدا نوعيا في أدائها العسكري والإعلامي والدبلوماسي. اجتهد في تهيئ مسوحات طبوغرافية وخرائط عسكرية استثمرتها المقاومة في هجماتها الناجحة ضد مواقع الإسبان والفرنسيين، كما قام بتوثيق الأعمال القتالية عبر التصوير الفوتوغرافي فاتحا من خلال مصورته الوحيدة التي امتلكتها المقاومة نافذة إعلامية خرقت الحصار المضروب على مآسي حرب الريف، مستثمرا شبكة علاقاته الواسعة ببعض المراسلين العسكريين الألمان والأمريكان والإنجليز وببعض أصدقائه الفرنسيين من الحزب الشيوعي لحثهم على الحضور إلى الريف لإجراء تقارير إخبارية عن المقاومة، فيما تكلف هو بمهام الاستقبال والترجمة موظفا ثراءه اللغوي من أجل هذه الغاية. وبعد شهور طويلة من صمود المقاومة أمام الزحف العسكري لنحو نصف مليون مقاتل إسباني وفرنسي مصحوب بقصف جوي وبحري عنيف بجميع أصناف الأسلحة بما فيها العنقودية والكيميائية، مع قطع خطوط الإمداد والتواصل عن المجاهدين بالإضافة إلى خيانة العديد من زعماء العشائر، اختار عبد الكريم الخطابي أخيرا الاستسلام وأوقف جميع أعمال المقاومة إنقاذا للمدنيين من الإبادة. وآخر مرة التقى فيها الحاج أليمان بالأخوين عبد الكريم وسي محمد كان سنة 1926، أي قبل أسبوع واحد من استسلام الأمير في منطقة سيدي عبد الله بن يوسف. عندها طلب جوزيف أوتو كليمس من الأمير الخطابي التعليمات، غير أن عبد الكريم أجابه معانقا: انتهى الأمر، تقبل الله منك، يمكنك الذهاب. بعدها لجأ أليمان إلى عائلة زوجته ميمونة التي وفرت له المخبأ والحماية،
غير أن القائد المذبوح أحد عملاء الفرنسيين في المنطقة وشى بمكانه طمعاً في المكافأة التي خصصتها السلطات الفرنسية لمن يدلها على وجوده. وبعد محادثات شاقة سلم أليمان نفسه حينما وعد كذباً بإلحاقه وأسرته وزوجتيه ميمونة وإيزابيلا وطفله مولاي محمد بأسرة الخطاب بمنفاها في جزيرة لاغيونيون. وسنة 1927 مثل كليمس أمام محكمة عسكرية بمكناس التي أصدرت في حقه حكم الإعدام، إلا أن حملة إعلامية واسعة قادها الحزب الشيوعي الفرنسي الذي اعتبر أليمان مناضلاً أمميًا نبيلاً ضد الإمبريالية أجبرت القصر الرئاسي على تخفيف الحكم إلى المؤبد مع الأعمال الشاقة، ثم إلى 7 سنوات مع النفي إلى غويانا الفرنسية بعد تدخل الدبلوماسية الألمانية. وفي سنة 1934 سلم أليمان إلى ألمانيا، وفي حادث غامض أثار كثيرا من الارتياب عثر عليه مقتولا بطلق ناري مع مطلع سنة 1939. تحدث الكاتب المصري إبراهيم أحمد عيسى بالتفصيل عن حياة جوزيف أوتو كليمس في رواية الحاج أليمان، وقال عنه: رجل ترك كل شيء خلفه للظفر بحياة جديدة، فكانت رحلته تستحق الخلود والذكر. رجل دافع عن الحق واختار الجانب الذي رآه صحيحا يوم التقى الجمعان. لقد كان هناك في الريف حيث سالت الدماء أنهارا، حيث كان الأسود يقاومون الاجتياح الإسباني الفرنسي حتى آخر رمق، وغيوم الموت الصفراء تفتك بالأبرياء. تلك حكايته وتلك قصته فأنصتوا. ثانياً نذكر القبطان خير الدين بربروسا. ولد القبطان خير الدين بربروسا سنة 1470 بجزيرة ميدلي. هو ناظر البحرية العثمانية، أي وزير وقائد القوات البحرية. اسمه الأصلي خضر بن يعقوب، وعرف باسم خضر الرئيس، وعرف بربروسا في أوروبا أي ذي اللحية الحمراء. هو أحد أشهر قادة الأساطيل العثمانية، إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق، وأحد رموز الجهاد البحري. أسهم في غزوات بحرية عديدة بما فيها إنقاذ 10,000 من المورسكيين المضطهدين من إسبانيا عقب استنجاد أهلها بهما ضد الإسبان. أسس مع أخيه عروج دولة عاصمتها الجزائر، ما لبثا أن ضمها ولاية إلى الدولة العثمانية. تولى منصب حاكم إيالة الجزائر سنة 1518 بعد استشهاد أخيه بإلحاح من أعيان مدينة الجزائر. جمع مع ولاية الجزائر بأمر السلطان سليمان القانوني قيادة جميع الأساطيل البحرية للدولة العثمانية، فانتقل إلى إسطنبول حيث بات مسؤولا عن رسم وتنفيذ الاستراتيجية البحرية للدولة. وإليه يعود الفضل في إرساء السيادة العثمانية المطلقة على البحر الأبيض المتوسط لثلث قرن. عقب معركة بروزا ضاعت شهرته بسبب غزواته البحرية العظيمة وهزائمه التي ألحقها بالدول الأوروبية، وكانت ذروتها معركة بروزا الحاسمة على تحالف من 7 دول أوروبية. أهم انتصاراته كانت على الإمبراطوري الروماني المقدس والملك الإسباني كارلوس الخامس شاركان. وضع نظام السياسة البحرية العثمانية ونظام أحواض بناء السفن العثماني. كان له الفضل في البحث وإيجاد الأميرة فاطمة ابنة السيدة الحرة حاكمة تطوان بعد اختطافها. ويذكر أنه لم يستسلم ولم يتقاسم حكم البحار إلا مع السيدة الحرة، وقد ذكرت القصة في الفيديو السابق نساء غيرن مجرى التاريخ المغربي، تجدون رابطه في صندوق الوصف. توفي خير الدين بربروسا سنة 1546 ودفن في مدفن خاص في منطقة بشكطاش مجاور حاليا للمتحف البحري في إسطنبول. نذكر بعده محمد بن أبي عامر، وهنا أذكر معه ملخص مسلسل ربيع قرطبة الذي أنتج سنة 2003 ويحكي قصة محمد بن أبي عامر بالتفصيل. عام 938 ولد محمد بن أبي عامر في الجزيرة الخضراء جنوب الأندلس لأب ينحدر من نسل بعض أوائل من دخلوا الأندلس مع طارق بن زياد. وعندما اشتد عوده سافر إلى قرطبة طلبا للعلم،
ولم يبدي نباغة وذكاء وهمة فحسب، بل كان المميز له هو طموحه الزائد. تبدأ حياة محمد بن أبي عامر بانتقاله إلى قرطبة وانخراطه في طلب العلم ومجالسته المسائية على سطح داره في ذلك الحي الشعبي القرطبي، وهو ينظر فيما يتعلق بالدولة ويدلي بآرائه السياسية والإدارية في كل شيء بجدية من يبتغي تغييرا للأوضاع وليس من يثرثر فحسب. ففي ذلك الوقت كانت قرطبة تشهد الأيام الأخيرة من حكم الخليفة الأموي العظيم عبد الرحمن الناصر، ثم بداية عهد ابنه الحكم المستنصر الذي كان زاهدا في الشؤون السياسية والحكم مقابل شغفه بالعلم والقراءة، فكان قد فوض إدارة البلاد إلى الوزير الأول جعفر المصحفي ذي الأصول البربرية. وجعفر هذا لم يكن له فضل يؤهله لمنصبه سوى حلاوة لسانه وقدرته على التودد للخليفة، خاصة وأنه كان معلما له. وفور تولي المصحفي الوزارة سارع إلى وضع أبنائه وأهله وعشيرته في المناصب الحيوية في الدولة، حتى صار إنجاز القول يسيطر على مفاصلها. يبدأ الفتى حياته العملية ككاتب للرسائل والعرائد المرفوعة من العامة لقصر الخلافة. يعجب بأسلوبه البليغ بعض العاملين في القصر فيساعدونه على التقدم لوظيفة الكاتب الخاص للسيدة صبح أم ولي العهد. تلتقي به صبح وتنجذب لشخصيته الآسرة ووسامته الواضحة وبلاغته القوية، فيفوز بالوظيفة، ومن هنا يبدأ رحلة الصعود السريعة، فمن كاتب لأم الأمير إلى مدير لأملاك هذا الأمير، ثم مشرف على تربيته، فقائم على دار سك النقود، ثم يتولى بعض المهام القضائية في بعض الولايات، ثم الشرطة الوسطى لقرطبة، ويجري إرساله لبعض المهام الحربية حيث يلمع نجمه ويبدأ الناس في ذكر اسمه بشغف. واستمر في الصعود حتى صار من قادة الجيش، ثم تولى الوزارة، ثم أطاح بالمصحفي، وأصبح هو الرجل الأول في الأندلس. وهكذا بسرعة رهيبة كانت بداية اللحظات الحاسمة في رحلة صعود ابن أبي عامر يوم موت الخليفة. فالصقالبة كانوا قد تآمروا لتنصيب أخيه المغيرة بدلا من ابنه هشام، لأن هشام سيكون ألعوبة في يد المصحفي وابن أبي عامر، بينما المغيرة سيكون ألعوبة في أيديهم. ولكن المصحفي وكبار رجال الدولة ومعهم محمد بن أبي عامر تدخلوا وأفسدوا تلك الخطة، فاضطر الصقالبة لمبايعة هشام على مضض. وبدأ محمد بن أبي عامر في بناء مدينة ملكية جديدة في قرطبة، وأعلن على الناس أن الخليفة المؤيد بالله هشام قد قرر تفويض وزيره وحاجبه وصاحب شرطته وقائد جيشه محمد بن أبي عامر أمور الحكم ليتمكن هو من التفرغ للعبادة. وسرعان ما انتقل ابن أبي عامر ورجال الدولة للمدينة الملكية الجديدة، ثم تقلب الرجل بالملك المنصور واتخذ هيئة وشعارات ومراسم الملوك. توفي الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر سنة 293 هجرية بمدينة سالم، وهو عائد من إحدى غزواته على بروش التي أصيب فيها بجروح، وكان قد أوصى بأن يدفن حيث مات، وما زال ضريحه موجودا ويعرف بضريح الحاجب المنصور. رابعا نذكر عباس بن فرناس. اسمه أبو القاسم عباس بن فرناس بن التاكرني، وتعود جذوره إلى الأمازيغ في بلاد المغرب. ولد في تاكرنا التي نسب إليها والواقع في منطقة رند بالأندلس. تلقى علومه الأولية في قرطبة التي نشأ فيها ودرس بها على يد عدد من العلماء، حيث نال معارف أولية في الفلسفة والكيمياء والفيزياء والفلك. ترقى في العلم إلى أن أصبح من علماء البلاط بمعاصرته الأمراء الحكم بن هشام وابنه عبد الرحمن وحفيده محمد. وقد قام الأمير عبد الرحمن بن الحكم باتخاذ عباس بن فرناس من خاصته في العلم، لا سيما في علم الفلك، وبات يطلق عليه لقب حكيم الأندلس للشهرة التي كسبها بين الناس. يضاف لذلك أن ابن فرناس كان شاعرا لا يشق له غبار،
فقيها في العروض وفي فنون الموسيقى، وكان عازفا مميزا لآلة العود. كل هذه الأسباب جعلته محببا للأمراء وقريبا منهم كذلك. كان لابن فرناس اهتمام كبير بعلم الفلك وبرع فيه، وقد كان نتاج ذلك أن ابتكر قبة سماوية تحاكي ما يعرف حديثا بسينما البلانتيريو، التي تسمح بمراقبة السماء في شكلها الحقيقي ومعاينة الأجرام داخل صالة مغلقة في مشهد تخيلي. ولهذا الغرض فقد بنى ابن فرناس في منزله هذا الشيء منذ وقت مبكر في غرفة جعل سقفها يحاكي السماء في المساء، ليرى الزائر داخلها النجوم والأجرام المختلفة والسحب والصواعق والبرق، ويتعرف على كافة التكوينات الكونية المدهشة. هذه النماذج التقريبية للسماء كان يقوم بصناعتها وتركيبها بنفسه في معمل خاص به واشتهر بها. من أهم الابتكارات التي قام بها تتمثل في تطويره طريقة غير مسبوقة لتصنيع الزجاج الشفاف من الحجارة الذي استخدم في العديد من الصناعات. بالنسبة لتجربة الطيران التي قام بها وارتبط اسمه بها في الأذهان، فقد كان عباس بن فرناس قد سبق تلك التجربة بدراسة حركة الطيور وأجنحتها وكيف ترتفع في الجو، ومن ثم أجرى العديد من العمليات الحسابية في هذا الإطار من حيث الأوزان والسرعات والرياح وغيرها من المسائل الدقيقة، إلى أن صدع الرداء الكاسي الذي قام بلباسه وطار به، وكان قد صنعه من الريش وحوله الأكمام ليشبه في شكله الجناح. قام بالقفز من مكان مرتفع ونجح فعليا في التحليق لبعض من الزمن، لكن إغفاله لأهمية الذيل في عملية الهبوط أدى لسقوطه وإصابته في الظهر، وقد تعافى وعاد ليواصل حياته تاركا تجربة جديرة بالنظر. ومن الجلي أن عباس بن فرناس لم يقم بتجربة الطيران من وحي الخيال، بل سبقها بالعلم والتقصي والحساب، كما أنه كان يروج لها في بيوت العلم في قرطبة، إلى أن قدم مغامرته الرائعة والخطرة في الآن نفسه وأمام الملأ، حيث سبقها إعلان وشاهدها جمع غفير من الناس، والتي لم يكررها ربما لأمور تتعلق بانزعاج النفس جراء ما فسر على أنه إخفاق، وكذلك بعض من السخرية التي قد يكون قوبل بها من معاصريه. أخيرا نذكر ابن سينا. هو أبو علي الحسين بن سينا، فيلسوف إسلامي وطبيب وعالم في مجالات العلوم الطبيعية والرياضيات. ولد سنة 980 ميلادية في أفشانا. كان طفلا نبيها وذكيا، حيث إنه في سن العاشرة ختم القرآن وأنهى دراسته له، وأصبح بارعا في اللغة العربية وآدابها، ثم اتجه إلى دراسة الشريعة الإسلامية والفقه والفلسفة والمنطق إضافة إلى العلوم الطبيعية، وبقي فيها لمدة 6 سنين، ثم أصبح طبيبا في سن 18، وكان قد درس الطب منذ 13 من عمره، وأصبح له سمعة معروفة في الطب في بلده وما حولها، في حين أنه اشتهر في أوروبا بعد ترجمة أعماله إلى اللاتينية والعبرية. يعتبر المجال الطبي سببا لشهرة ابن سينا، وخصوصا كتابه القانون في الطب الذي يعد موسوعة شاملة للمعلومات والمعرفة الطبية. شرح فيه الأمراض التي تصيب الإنسان في جميع أجزاء جسمه، ومن اكتشافاته أيضا في مجال الطب ما يلي: اكتشف العدوى وفهم طبيعة الأمراض المعدية وكيفية انتقالها، وقد كان أول من يميز الفرق بين الشلل النصفي الناجم عن سبب داخلي والذي ينتج عن سبب خارجي، وأول من وصف أمراض النساء كمرض انسداد المهبل والأورام الليفية وحمى النفاس، وضح السكتة الدماغية وبين أثر الأمراض العقلية على سائر الجسم وأعصابه وضرورة الخضوع للعلاج النفسي. استخدم الكي والنار لإيقاف النزيف، وقام بوصف 670 عقارا لعلاج الأمراض. وضح أثر التلوث على جسم الإنسان والأمراض التي قد تصيبه بسببه. كان له مساهمات في علم التشريح، فوضح أجزاء العين بشكل دقيق. وفي مجال الفيزياء قام باختراع جهاز لقياس الطول بدقة،
وقام بوصف حركة الجسم، وعرف طبيعة الضوء وكيفية انبعاثه، إذ اكتشف أن الضوء أسرع من الصوت، ووضح كيف يمكن للصوت أن ينتقل عبر موجات صوتية في الهواء، ودرس أشكال الطاقة المختلفة. وفي علم الفلك اخترع جهازا لمراقبة إحداثيات النجوم، إذ اكتشف أن الإضاءة النجوم ذاتية، وقام بتقديم العديد من الاقتراحات الفلكية، مثل أن كوكب الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض. في مجال الموسيقى كتب العديد من القصائد القصيرة. وفي مجال علم النبات قام بشرح تركيب النبات ووضح أجزاءها جميعا بدقة، وكتب أكثر من 400 عمل، الذي بقي منها ونشر حوالي 240 عمل، كانت في مجالات مختلفة كالطب والعلوم والموسيقى والفلسفة والدواء والدين ومجالات أخرى أيضا. وأبرز هذه الأعمال القانون في الطب، وهو موسوعة طبية تتكون من 5 مجلدات بمجموع كلمات يفوق 1,000,000 كلمة، ويحتوي الكتاب على معلومات طبية من المصادر القديمة والإسلامية. وكتاب الشفاء، يقسم هذا الكتاب إلى 4 أجزاء علمية وفلسفية، وهي المنطق والعلوم والطبيعة والرياضيات والميتافيزيقيا. وقيل أن هذا الكتاب هو شفاء الروح، وبعده كتاب الخلاص، كتاب الملاحظات والعتابات، وورقة عن التشريح، وورقة عن الطعام والأدوية، وملخص الإقليدس، وملخص الماجست، وكتاب الفلك، والأطروحة التي تبطل حكم النجوم، أطروحة في الفضاء، وأطروحة في النباتات والحيوانات. توفي ابن سينا في عمر 58 سنة 1037 ميلادية في إيران بسبب مرض في جهازه الهضمي، مما أدى إلى ألم في معدته، وقام بالتبرع بجميع ما يملك للعبيد والجمعيات الخيرية قبل وفاته.